لمناقشة تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي على الإمارات وقبلها السعودية في ظل تضارب الأنباء عن هجوم على أبو ظبي. ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. دكتور عبد الحفيظ، بداية مرحبا بك. رغم الرواية الرسمية للإمارات عن التفجير الذي وقع في أبو ظبي الليلة الماضية، إلا أن شكوكا تنتاب المراقبين حول هجوم لميليشيا الحوثي كان سببا في التفجير. لماذا دكتور برأيك تزداد المخاوف من هجمات محتملة من أذرع إيران على كل من السعودية والإمارات؟ رحب بك دكتور سمير ورحب بمشاهدينا الكرام. أهلا بك. لا شك دكتور حقيقة إيران يعني بدأت تشعر أن تخسر نفوذها الإقليمي الذي شكلته في الفترة الماضية، حقيقة يعني خصوصا بعدما أصبحت دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تتحكم في سيناريو اليمن بشكل كامل، بعدما كانت يعني عملية مركزة على مأرب، وكانت هناك احتمالات أن إيران عن طريق الحوثيين يسيطرون على مأرب الغنية بالنفط. طبعا هذا الوضع يعني جعل هي تحاول حينما بدأت إيران عبر الحوثي بإرسال صواريخها طبعا إلى دولة الإمارات، يبدو أن الولايات المتحدة ترى أن إرسال الصواريخ إلى دولة الإمارات خط أحمر، بسبب أن الولايات المتحدة تود أن تخسر مزيد من الحلفاء. إيران كانت يعني حقيقة يبدو لي أنا أن هي أخطأت التقدير، أنها أرادت أن ترسل رسالة ابتزاز لأمريكا، خصوصا أن هي في فترة مفاوضات حول الملف النووي في يمن، وهي تود أن ترسل هذه الرسالة كما حدث في 2018 حينما أراد التحالف تحرير الحديدة. طبعا هنا تدخل المجتمع الدولي وأوقف تحرير الحديدة واستبدلوا باتفاقية ستوكهولم. وطبعا يعني أنا في ظني أن الظروف الدولية في الوقت الحالي اختلفت وأخذت مسارات متعددة، ولذلك أنا يعني حتى بايدن وهو إدارة ضعيفة جدا وهناك هجوم عليه يعني من الكونغرس الأمريكي حتى من الديمقراطيين أنفسهم أنهم يخشون خسارة الأغلبية في مجلس الكونغرس في مجلس دكتور عبد الحفيظ القادم. يعني إذا كانت الولايات المتحدة جادة في عدم فقدان الكثير من الحلفاء مثل ما تفضلتم، وجاد في التعامل مع المخاطر التي تهدد أمن الخليج، بما تفسر تصريح الخارجية الأمريكية أنه ليس بالضرورة أن تصنف ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب؟ بالفعل كما ذكرت دكتور أنه هو حينما جاء بايدن، جارت بايدن وبايدن نفسه وكإدارة ضعيفة أتى إلى عدم إزعاج إيران، واختزل بايدن اختزل كل أزمات الشرق الأوسط والخليج بالملف النووي الإيراني، فبالتبع هو حقيقة المملكة العربية السعودية تنبهت، وحتى إسرائيل، لأن بايدن اتجه إلى تفكيك مسار المفاوضات وقصروا على الملف النووي. حد يعني الان نجد في الكونغرس الديمقراطيين انفسهم يعني يحاولون ان يتساءلوا اين سلوك ايران؟ هل يكفي ان يكون هناك يعني مفاوضات في يمن فقط حول نووي؟ لكن الحقيقه يعني دارت بايدن الان بدات ايران في الفتره الحاليه تتهم حتى بايدن بانه على غرار ترامب بسبب انه لم يرفع العقوبات، فقط
يخرج عن الـ يعني النووي المدني، يعني بإمكان إيران أن تواصل النووي الإيراني المدني فقط، لكن في أراء فقط، لكنه حقيقة لم يفرج عن الأموال المحدودة التابعة لإيران، بل إن إيران يعني في تصريحاتها يعني رئيس القوات يعني ذكر أنه لو حصلت إيران على هذه الأموال المفرج عنها ستكون إيران أكبر دولة مصدرة للسلاح. الحقيقة يعني موضوع الحقيقة أنا في ظني أن دول التحالف يعني تسير في خطى يعني وضحت الصورة يعني لا رجعة فيها. نشكرك. أنا في ظني حتى الولايات المتحدة الآن هي بإرسالها المدمرة إلى دولة الإمارات إلى منطقة الخليج وإرسال طائرات 22 متطورة بعد أسبوع إلى المنطقة، أنا أعتقد هذه رسالة لإيران، وأيضا بجانبها صفقات أسلحة للسعودية ودولة الإمارات وحتى الأردن. يعني أنا في ظني أن هناك تراجع في إدارة بايدن. أنا لو نرجع لوزير خارجية إيران، شكرا دكتور، حينما صرح قال إن حينما أرسل وضحت الصورة دكتور. نعتذر منك جدا دكتور عبد الحفيظ المحبوب لضيق الوقت، شكرا جزيلا لكم الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة.